السياسية في اليمن اقتربت من نهايتها، عادت الأزمة من جديد في ظل الاتهامات المتبادلة بين الحكومة والمعارضة حول من يقف أمام نجاح المبادرة الخليجية وتأكيدات الرئيس صالح استعداده التوقيع عليها كرئيس للحزب الحاكم وليس كرئيس للجمهورية، وهو ما جعل كثير من المراقبين يرون أن موقف الرئيس صالح يحمل الكثير من الغموض. حقيقة عدم التوقيع من الطرفين سوف تعيد الأزمة إلى المربع الأول، وستزيد من صعوبة التلاقي مرة ثانية، فهذه المبادرة هي فرصة للخروج من الأزمة الراهنة ولعدم انزلاق البلاد في الفوضى والعنف. أحزاب المعارضة اليمنية التي اتهم الصالح بمحاولة التنصل من التزامه بتنفيذ بنود المبادرة أكدت تمسكها بالمبادرة الخليجية، مؤكدة عدم تنازلها عن مطلبها في وقت يرفض شباب الثورة في جميع محافظات البلاد أي مبادرة لا تنص على الرحيل الفوري لصالح وأسرته. جميع الشباب أنا رافضون لهذه المبادرة بجملة وتفصيلا، وهم جاءوا هنا من أجل ثورة ضد الفقر والجهل والمرض والفساد. المبادرة الخارجية نحن رفضناها لأسباب، منها أنها لم تنص نصا واضحا مباشرا على أن يرحل. تصلب أطراف الصراع تجاه المبادرة الخليجية وتضارب في المواقف قد يدخلها منعطفا خطيرا، لا سيما في ظل ما تشهده بعض المحافظات من أعمال عنف بين المتظاهرين وقوات الأمن. يبدو أن الوضع السياسي في اليمن قد عاد إلى مربعه الأول للأزمة السياسية بعد فشل زيارة الزياني وإقناعه طرفي الأزمة في التوقيع على المبادرة الخليجية كما يراها كثير من المراقبين. عصام الخليدي للتلفزيون المصري صنعاء. وإلى سوريا، حيث شنت قوات الأمن حملة اعتقالات في عدد من المدن شملت معارضين أكراد في شرق البلاد بعد دعوتهم لتنظيم مظاهرات مطالبة بالديمقراطية، بينما نظمت المعارضة تظاهرات احتجاجية جديدة في حمص واللاذقية. في الوقت ذاته كثف الأمن السوري انتشاره في مدينة درعا تحسبا لموجة جديدة من المظاهرات دعا إليها المحتجون تحت شعار أسبوع رفع الحصار. متواصلون معكم من التلفزيون المصري ونتابع. الوفد الشعبي المصري يواصل زيارته لإثيوبيا وقضية مياه النيل تتصدر المباحثات.